الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكل مشاهدي الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، أسعد بتجدد لقائي وحضراتكم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل، اللهم آمين. احنا هنكون ان شاء الله النهارده وبكره في صحبه الرد على اسئله حضراتكم، وحتى في الحلقات اللي بعد ذلك من الحلقات اللي سجلناها، ليكون هذا ان شاء الله الاسبوع اغلبه الرد على اسئله حضراتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة على الفيسبوك. وفي الحقيقة انه في باقة من الاحكام الخاصة بالطهارة، ومن اولها كان في سؤال من الاخ الفاضل استاذ وليد من العراق، وبيسأل عن الدم الذي يخرج من الحيوان، هل هذا الدم يعني نجس وبالتالي لابد الإنسان أن يحترز منه إذا ما أصاب الثياب أو ما أصاب الطعام أم لا؟ أخينا الفاضل الأستاذ وليد من العراق، أقول لحضرتك بأنه أثناء ذبح الذبيحة، أثناء الذبح وتزكية الحيوان التزكية الشرعية، ما يخرج من هذا الدم بيكون ده طبعا دم نجس. يعني مثلا انا مش بذبح، هندي مثل، بذبح مثلا الفرخه واقوم ماسكه الفرخه كده بدمها، اقوم ان انا اطبخ على طول، ان انا بعد التزكيه بالتزكيه الشرعيه اي الذبح بطريقه شرعيه بيتم غسل هذا الحيوان غسلا جيدا لازاله هذا الدم المسفوح اللي هو بيبقى الدم الخاص بعمليه التزكيه الشرعيه او الذبح. بعد ما اتذبحت وغسلت غسلا جيدا هذه الذبيحة، سواء كان طير كان حيوان، واتجهز لعملية الطبخ، فبعد كده لما باجي أطبخ الحيوان ده أو الطير ده، ما يخرج بعد ذلك بعد ما نطهرته من دم بيبقى محبوس في العروق أو حتى تفجر من العرق، لكن خلاص بعد فترة، بعد خلاص ما ذبحنا ونظفنا هذه الذبيحة، ما يخرج منها في الماء لا بأس به، لكن ساعة الذبح نفسه ده الدم المقصود بأنه الدم المسفوح هو الدم اللي بيكون ناتج من الذبيحة وأثناء الذبح، كل ده دم نجس. لكن أنا باخد بجهز الذبيحة دي بإني أغسلها وأجهزها لعملية الطبخ من طير من حيوان، بعد كده اللي بيظهر بقى منها في عروق بسيطة أثناء الطبخ لا بأس به وليس بنجس، إنما النجس اللي بيكون أثناء الذبيحة نفسها من الدم المسفوح اللي بيكون أثناء الذبح الشرعي أو بطريقة التزكية الشرعية أي الذبح ذبحا شرعيا. طيب إذا أنا أثناء الذبح تناثر على الثوب كم من دم الذبيحة، هل الثوب ده يصلح للصلاة؟ لا، لا يصلح للصلاة، ويجب الإنسان عليه تطهير هذه الملابس، أو إنه هو يبدأ في تغييرها وارتداء ملابس طاهرة لكي تصح الصلاة من الإنسان الذي يصلي. إذن الكمية اللي أصابت الثوب بتاعي من الذبح، سواء بذبح أي بقى حيوان طير، يبقى واجب الإنسان الاحتراز من ذلك، عشان لابد الإنسان من شروط الطهارة الواجب في الإنسان إنه كمان طهارة الثوب، طهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان المصلي. إذن اللي بيصيب كميات كبيرة لابد من تطهير الملابس أو تغيير هذه الملابس. يعفى عن اليسير، الشيء الذي يعني لا يذكر بيعفى عن اليسير في ذلك يا الأستاذ وليد من العراق. طيب في أختنا الفاضلة اللي بتسأل وبتقول إن هي بتعمل وقت حوالي يعني 12 ساعة في اليوم، وبتلبس يعني عباية، وبتلبس مع العباية اللي هو المعصم والشراب تحت العباءة، فعند الوضوء لا تستطيع خلع المعصم، فأقوم بالمسح على المعصم مع العلم أني ألبسهم في الصباح على الوضوء. بالنسبة للمسح على الشراب بالشروط اللي احنا قلناها، عشان حضرتك كاتبة مزجة ما بين المعصم والشراب، هنتكلم على المعصم دلوقتي. هل يجوز للإنسان انه يمسح على، يعني مثلا انا لابسة هنا ثياب، هل يجوز ان انا عشان اتوضيت عليها ولبست الثياب ان انا امسح على الثياب مكان مثلا غسل الذراع؟ ده هنقول، ولكن نوضح الاول مسألة المسح على الشراب، واللي احنا قبل كده قلناها ان حضرتك بتتوضي لان انا عندي
يعني نصوص واردة في جواز المسح على الشراب وجواز بشروط وجواز المسح على الرأس وكذلك بالأحكام اللي هي معروفة، لكن ما عدا ذلك لا يجوز المسح. فأنا دلوقتي في الشراب أنا بلبس شراب ثخين، يعني لازم يكون شراب سميك زي شرابات اللي هي بتاعة دايما بنقول لحضراتكم زي بتاعة الرجال اللي هي الشرابات التقيلة، وإن أنا بتوضى وبعدين ألبس الشراب وأثناء الشراب اللي هو السميك، وبقدر ان انا ابقى اقدر يعني امسح على ذلك الشراب حوالي 24 يعني ساعة، فبمسح على ظاهر الشراب هكذا، بمسح بالطريقة دي كده. طيب ده بالنسبة للشراب، اذا حضرتك لبستيه على وضوء وكان الشراب ده سميك واقدر ان انا امسح مدة 24 ساعة، بمسح على هذا الشراب يعني يوم وليلة وبالشروط اللي قلناها لحضرتك واللي كررناها قبل كده كذا مره في قلوب عامره. طيب بالنسبه لمساله الذراع، حضرتك بتقولي لابسه عبايه ولابسه مع العبايه المعصم، فانت لابسه المعصم عشان كم العبايه واسع فربما ينكشف سائر الذراع، فحضرتك تقدري تسحبي المعاصم دي وحضرتك انك تتوضي على الايه، تتوضي على الذراع، لان لابد من غسل هذا الذراع، لانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اجاز المسح على الذراع. ده النبي عليه الصلاه والسلام كان في تبوك وعليه جبه شاميه، وكانت الجبه دي كمها ضيق، فالنبي ما عرفش انه يرفع الجبه فيجعلها تنحسر بحيث ان النبي يغسل الذراع اللي هو عضو من أعضاء الغسل في مسألة الوضوء من فرائض الوضوء. فالنبي لما ما قدرش يخرج ذراعه من الأكمام لضيق الكم لأنه كان لابس هذه الجبة الشامية، النبي خرج الذراع من تحت الجبة ورفع، خرج ذراعه النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة اليمين واليسار من تحت الجبة ورفع الجبة على منكبيه صلى الله عليه وسلم، وبدأ المغيرة يصب للنبي عليه الصلاة والسلام على ذراعيه. فلو كان هذا الأمر جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام لا بقوله ولا بفعله. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام لابد غسل هذه الأعضاء المذكور بأنها تغسل، وما ورد عنه في جواز المسح فقط هو ما يمسح بالشروط الواردة في يا أختنا الفاضلة الأستاذة زينب. وأنا مش شايفة الأمر فيه تعسير لو أنا بسحب المعاصم دي، ولو كان كم العباية ده واسع وبيغطي كده مش لازم أن أنا من تحت ألبس معاصم تانية، إذا كان أنا الكم لا ينحسر بسهولة ولا ينكشف أغلب الذراع فمش لازم أن أنا ألبس تاني معصم من تحت، لكن خلاص الكم بتاع العباية بتاع الفستان بتاع أي شيء حضرتك لابساه لا ينحسر بنفسه، يبقى أنا مش لازم ألبس المعصم وأتقل على نفسي أشياء، المهم تغطية هذا العضو بما يجب على المرأة أن تقوم بستره كما هو الوارد في زي المرأة الشرعي. أختنا الفاضلة، في أخت فاضلة الأستاذة رشا وبتقول هل ينفع إني، والسؤال ده تكرر كثيرا الحقيقة، لكن بتقول إنها تمسك كتاب الأذكار أثناء العادة الشهرية. لا بأس، وحضرتك عايزة تذكري من الكتاب، تذكري من أي جهاز محمل عليه هذه الأذكار، بس تكون محملة بطريقة صحيحة وليس فيها خطأ في رواية هذه الأذكار. وبننبه لأنه اليومين دول في حاجات كتير جدا على الواتساب الناس يعني بتتبرع تبعتها البعض، والحقيقة بنجد فيها أخطاء كثيرة، فإن لم تكن هذه الأمور بتأتينا من مؤسسات يعني معنية بنشر هذه الأدعية يعني أشياء موثقة، فلا داعي الإنسان إن لم تكن لديه خبرة علمية في ذلك إن احنا نوزع أدعية وأذكار وأحاديث موضوع. الحقيقة الموضوع ده كتير جدا، فأرجو أن احنا نتحرز من ذلك. فإذا كان عندي هذه الأذكار أنا موثوقة ومثبتة عن طريق برامج مسؤولة وشركات بتحمل ده بطريقة معينة، يبقى أنا ما فيش أي مشكلة إذا عايزة أقرأ الأذكار وعايزة أقرأ القرآن، وقلنا قبل كده بجواز ذلك ما فيش أي مشكلة يا صاحبة السؤال. في كمان
الأخت الفاضلة أمال اللي بتسأل عن يعني مسألة الصيام، التطوع بالصيام زي صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وبتقول الأيام القمرية من شهر رجب وغيرها، وبتقول يعني هل لو أنا ما صمتش هذه الأيام لا يقبل مني صوم رمضان؟ من قال لك ذلك؟ لأنه هذه صيام هذه الأيام صيام تطوعي، ليه أنا بخلط التطوع بما يجب؟ أنا مكلف، أو أركان الإسلام كما هي معروفة من ضمنها وأحد أركان الإسلام صوم شهر رمضان، فهذا التكليف تكليف خاص بنفسه، هو ركن من أركان هذا الدين، وجب على كل مكلف وعلى كل مكلفة كذلك القيام وشهدت هذا الشهر المبارك، وهي يعني متوافر فيها شروط الاستطاعة لصيام الشهر الكريم على الإنسان المكلف ذكرا كان أو أنثى، شهود هذا الصيام وكذلك صيام شهر رمضان لأداء هذا التكليف الرباني. هذا بالنسبة للتكاليف المفروض التي يجب على الإنسان أن يقوم بصيامها. فماذا عن التطوع؟ هذا الإنسان يتطوع بيه، هنتكلم ولكن بس ناخد ما معنا وبعدين نرجع لأسئلة حضراتكم. يا مدام إيمان، السلام عليكم ورحمة الله. مدام إيمان ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي يا ست إيمان. هي كانت في الفتي اللي هي أخت جوزي، مرات أخو جوزي يعني. كانت عملت حاجة غلط بس كده، كانت بتتكلم واحد وهو كان مسافر، وكانت بتبعت له صور مش كويسة وكده، وإحنا شفناها مرة واتنين وحذرناها مرة واتنين وكده. إيه هو الموضوع معروف يعني؟ يا إيمان. طيب احنا اجيب على قدر اللي حضرتك قلتيه، لكن بس نرجع نرد نكمل بس بقيه الرد ونرجع لايمان في السؤال الخاص بقريبتها دي. وبالنسبه للصيام زي ما حضرتك كنت بعتها مدام امال، وبتتكلم عن انه هي يعني احيانا بتتطوع بصيام هذه الايام واحيانا يعني لا تصوم، فهل عليها يعني وزر ولا هو بيبقى فاتك الفضل؟ الفضل يعني الزياده، أنا مأمورة بأمور مكلف الإنسان يقوم بها زي الفرائض الخمس، زي صيام شهر رمضان، زي إن الإنسان بيؤدي هذه التكاليف، زي الزكاة على الإنسان بمختلف أنواعها. فالإنسان يقوم بأداء هذه الأمور المفروض على الإنسان أن يقوم بها وما يحرمش نفسه من باب الفضل، لأنه زي ما إن الزكاة مفروضة بشروط معينة، لكن في المال إن في المال حقا سوى الزكاة، زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش الزكاة فقط ما يجب على الإنسان فقط بوجود شروط معينة بأنه يخرجها الإنسان، ولكن على الإنسان أن يتفضل بما هو زائد. لكن علاقة ده بأداء العبادة، أن أنا أقول لو ما صمتش دول يبقى أنا رمضان مش مقبول، يعني ده كلام مش منضبط يا ست أمال. هنطلع إن شاء الله لهذا الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل مع حضراتكم على خير، أدعكم مع خير الكلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين آمين.
مرحبا بحضراتكم من جديد، ومعانا الأخ الفاضل أستاذ حمادة. سلام عليكم يا فندم. تفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا فندم. معاك محمد أفندم المعادي، عاوز أسأل عن نقطتين بس. تفضل يا أستاذ محمد. بعد إذنك. تفضل يا فندم. ماشي. أنا دلوقتي أنا شغال أوزقي ومشيت مواطي وعيالي عشان مش قادر أصرف عليهم، وهم دلوقتي بعاد عني بقالهم بتاع شهرين، وبيني ما بينهم 5 دقايق. أنا مشيتهم عند والدتها عشان مش قادر أصرف عليهم، دي حاجة. الحاجة الثانية عاوز أناشد من خلال برنامج سيادتك اللي أنا بقول للمدام عندي ابتسام فوق، أنا بحبك ومش قادر أستغنى عنك، بس والله والله أول ما صوبي تسمح بشغل هرجعك أنت والعيال، أنا مشيتك غصب عني. فوالله سامحيني من خلال برنامج حضرتك، وبقول لربنا سامحني اللي أنا مشيتهم عشان مش قادر أعولهم في البيت، أنا معايا 3 أولاد. أمال مين اللي بيعولهم دلوقتي يا أستاذ محمد؟ والدتها يا فندم. يعني الوالده هي اللي بتصرف عليهم. والدتها دلوقتي هي اللي بتصرف عليهم يا فندم، وهي اللي عايشه معاهم دلوقتي. طيب وحضرتك ايه بتشتغل ايه يعني بالظبط؟ انا مش قادر اصرف عليهم يا فندم، الشغل انا باخد 1500 ل 2000 جنيه في اليوم، وبقالي دلوقتي بتاع شهرين قاعد مش لاقي شغل، معايا رخصه ثانيه وقاعد مش لاقي شغل، فعشان كده مشيتهم عشان مش عارف اصرف على اولادي، يعني معايا واحد بقى. بقالك قد ايه انت بتاخد 1500 بقى في الشهر مش في اليوم؟ في الشهر يا فندم. بس حاليا انا قاعد بقالي شهرين، انا قاعد. حضرتك سائق يعني؟ حضرتك بتشتغل سائق؟ سواق رخصه ثانيه يا فندم. تمام. طيب حضرتك بتاكل وتشرب ازاي؟ والله ربنا وحده اللي يعلم. والله يا فندم انا بشتغل يوم وخمس ايام لا، يعني اطلع ومبلط شويه، اطلع انزل في قهوه يوم ولا يومين، مش عارف اعيش والله. بس انا غصب عني، انا بقولها من خلال برنامج حضرتك سامحيني سامحيني، عشان انا اول ما الظروف تتحسن والاقي شغل اعرف اعيشكم منه هرجعكم تاني. طب وانت يا استاذ محمد ما قلتلهاش الكلام ده ليه يعني بينك وبينها؟ ما كلمتهاش ليه كده؟ هي عارفه الكلام ده يا فندم، انا ماشيها غصب عنها عشان مش قادر اصرف عليهم، مش قادر اعولهم. طيب هو حضرتك ليه ما حاولتش تاخد مجال تاني يا استاذ محمد يعني في والله للعمل؟ يا فندم ما الاقي شغل، اقسم بالله ما الاقي شغل. من غير قسم انا مصدقه حضرتك، بس انا لو لقيت شغل يا فندم بدخل. يمكن انت مثلا متشبس بمهنه ان حضرتك سائق ومش عايز تغير. انا اشتغل اي حاجه يا فندم بس اعرف اعيش ولادي، انا اشتغل اي حاجه بس الشغل اعرف اعيش ولادي منهم، مش عاوز اكتر من كده، انا مش طالب ولا. وهي بتشتغل وهي بتشتغل يا استاذ محمد؟ لا يا فندم، هي ربة منزل وانا رافض اللي هي كانت تشتغل يا فندم. بس يعني كانت ساعدت معاك لغايه ما تقف على رجليك، يعني ما جراش حاجه. ما انا متجوز. بدل ما انت تبقى في حته وهي في حته. هي مستحملاني على الوحشه قبل الحلوه، والله هي مستحملاني قبل الوحشه قبل الحلوه. فانا بقول لها سامحيني من خلال برنامج حضرتك، بقول لها سامحيني معلش انا قصرت في حقك كتير، وبقول لها يا ابتسام يا فاروق انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك، بس اول ما ظروفك تتحسن هرجعك انت والاولاد. بعد الاولاد وانت عني مخليني محطمني فعلا جامد والله يا فندم. طيب حضرتك برضو سيب رقم تليفونك، ربما حد يحب يستوثق الاول من المعلومات اللي حضرتك بتقولها، وثانيا يحب ان هو مثلا عنده فرصه عمل انه يقدر يعين حضرتك بيها، لانه لابد الانسان ان يكون له عمل لكي يستطيع رعايه من تحته، لان دي امور لابد ان احنا يعني دي اساسات يعني بنتكلم فيها. فحضرتك تسيب ارجو لميا او ايمان في الكنترول ياخدوا رقم استاذ محمد لمن شاء ان يستوثق الاول من المعلومات، ثم بعد ذلك انه طبعا هو يقدم المعلومات اللي هتبقى تطلب منه اذا حد يعني رغب في ذلك، وبعدين نسال الله سبحانه وتعالى لك فرجا، اسال الله تعالى لك فرجا، اسال الله لك تعالى فرجا ان شاء الله. طيب احنا كان معانا بنتكلم في مسألة ما يتطوع به الإنسان بناء على رد السائلة الكريمة، وقلنا ما يتطوع الإنسان به دي مسألة يعني بيفوت الإنسان الفضل فيها، فنتمنى أنه الإنسان مع أدائه للفروض والواجبات أنه ما يحرمش نفسه من الفضل، لأنه كلنا بنحتاج إلى مزيد من الثواب ونرجوه من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى منا ومن حضراتكم القبول. أختنا الفاضلة اللي طالبة ما نقولش اسمها، وكل الأسئلة دي الأسئلة اللي على الصفحة
الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، واسم الصفحة والصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. والصفحة زي ما قلت لحضراتكم الأسئلة إما بتيجي على التعليقات أو على البريد بناء على رغبة السائلين. إحنا بنحاول قدر المستطاع نلبي الإجابة لحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والأخت الفاضلة اللي بتقول متزوجة من 3 سنوات وكان الزوج كويس جدا معاها، وتغير الآن بعد ما سافرت معاه بقالها 2 سنين، وبتقول هو متغير وما عاد يكلمها مرة تانية، وبتقول أهله طردوها من البيت وإنها قاعدة عند أهلها ومش عارفة تعمل إيه، تطلب الطلاق أم لا. طبعا السؤال مفهوش تفاصيل. واحدة سافرت مع زوجها وزوجها بيعمل خارج مصر، فأنا لما سافرت معاه المفترض أنه الحياة تستقر، ليه الحياة حصل فيها اضطرابات؟ حاجة من الاتنين، يا إما أنا مش مقدرة الوضع اللي أنا اتنقلت فيه وإن أنتوا الاتنين في غربة وإن هذا الزوج يعمل لساعات طوال فأنا أمارس عليه بعض الضغوط وأنا مش حاسة. أنا بفترض، مش بفترض السوء في حضرتك، بفترض لهذه المعاني بعض المواقف. أو إن إحنا ما سبقش من يوم ما اتجوزنا، لأن حضرتك بتقولي 3 سنوات، انك قعدتي معاه فتره طويله. الفترات لما زوجها بيسافر وبيرجع وبيسافر وبيرجع وبالذات لفترات طويله ما بيبقوش لحقوا يعتركوا الحياه سويا، فيبقى هو شاف منها حلو على وحش وهو كمان، فما بيبقوش زي الواخدين على بعض. فاول ما بيبتدوا بقى يقعدوا مع بعض فترات طويله تبتدي المواقف تبين بعض الامور الشخصيه اللي ممكن يبقى فيها بعض من الثغرات، اللي هو يتحمل في حاجات ومش قادر يتحمل في حاجات تانية، فبدأنا ان احنا يبقى فيه تثاقل وفيه مش قادر ان انا اتحمل، ويبقى فيه عدم رعاية الطرف لكل طرف، ودي بتبقى مشكلة. وبنقول دايما انه في بداية الحياة الزوجية 3 سنوات في عمر الحياة الزوجية لا شيء، وبنظل عايزين عليهم كمان قدهم عشان نبتدي نقول انه في بداية تآلف بين الاتنين، فما بالنا لو ان الزوج اصلا بيسافر من اول ما تزوجتما. فلازم ندي نفسنا فرصة للدراسة. إذا لم يكن واحد من الاتنين دول هيبقى إن في حاجة حصل تغير في حياة الزوج، إيه التغير ده؟ لازم نفهمه. فقبل ما أقول يا صاحبة السؤال أنا هطلب الطلاق، لابد من موقف نعمله الأول، هقول عليه دلوقتي ولكن بس ناخد من معنا. سلام عليكم. مدام أمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك بس انا عايزه استشير حضرتك في حاجه بالنسبه للولد. اتفضلي يا فندم. بس انا هستسمح سيادتك بس نخفض صوت التلفزيون، ما يبقاش صوت ما تسمعينيش من التلفزيون، يسمعيني من سماعه التليفون. شكرا يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك. اتفضلي سيادتك. بقول لحضرتك احنا 5 بنات وابويا يعني ساب لنا شقه، واختي عندها شقه فوق وربنا يسرها معاها، وجابت لكل عيل شقه من البنات وقاعده في شقه فوقينا. سامعاني حضرتك؟ سامعاكي بسمعك. ايوه. وبعدين لما جينا نقوله يعني ان الشقه فاضيه دلوقتي، وطلعت هي شقتها فوق واشتريت بيه الشقه اللي فوقينا واشتريت، لما جينا نطالب ناجر الشقه ونقسمها علينا احنا الخمسه بتزعل. طب نجيبه نأجره حد طيب تزعل، طب نعمله ايه؟ هي الشقه يعني دي، الشقه دي يا ست امال من ضمن الورث. من ضمن الورث حضرتك، ابويا موصيها وصيه يعني قبل، وهو لسه عايش على حياه الدنيا. قال لها خلي بالك الشقه دي انتوا الخمسه فيها. يعني وصاها وصيه جامده، اوعي خلي بالك. يعني هو كان خايف انها تطمع فيها يعني. انا عايزه اطمن عشان مش عايزه اقطع اختي طبعا، احنا ما لناش غير بعضينا يعني. وانا مش عايزه اقطعها، بس عايزه حضرتك تقولي لي يعني انا ليا الحق اللي انا. لا، من حقك طالما ده من ضمن الورث وما يجب من الورث لحضرتك والباقي الاخوات، ان حضرتك سمحتي او انك سكتتي الباقي مش هيسكت، ولا يطالب الانسان بان يغفل عن حقه. واذا انا بحاول بس بكل طريقه يعني تكون لائقه، عشان في ساعات لما بتكون الاخت كبيره شويه او حاجه بيبقى يعني عند البعض يعني بيدخلوا العشم في حاجات ما تجيبش، يدخلوا العشم في حقوق، ودي حقوق. هل الانسان عاوز يقتطع من جهنم ويحط بقى وياكل في بطنه، ولا الانسان يحترز من اكل المال الحرام؟ منع الانسان
لإنسان آخر أن يأخذ حقه، وبالذات إذا كانت دي من ضمن الورث، ويمكن الوالد عليه رحمة الله كان يعلم بأنه ربما الأخت دي يكون عندها طمع في هذا الميراث، فأكد عليها أنه هذا من ضمن، ما تبقاش دي وصية، ده ما حقوكوا بقى يتقسمت عليكم من ضمن ما قسم عليكم من التركة بعد وفاة الوالد، أنه هذا السكن أو هذه الشقة أنتوا كلكم ليكم فيها. فهو كان شايف بنظرة كده أن ربما هي تطمع في الشقة دي عشان كان في استغلال ليها، فأنتوا يعني استغلال ليها بمعنى أنها كانت يعني ساكنة فيها أو حد تبعها ساكن فيها الفترة، وبعد كده خلاص مفترض هذه الشقة يا إما تباع ويتقسم وفق الأنصبة الشرعية، أو أنه هذه الشقة يتم تأجيرها والإيجار برضو بيقسم عليكن بالقسمة الشرعية. لكن انها بالغصب كده هتاخدها عشان هي اختنا وهي هتزعل، لا هي ما تزعلش، بس واحنا بقى بنطالب بالحق بلاش الطرق اللي ممكن يعني يبقى فيها نوع من العنفوان، يعني فيها نوع من الثوره، لا احنا نجتمع معاها ونقول لها ده حقنا الشرعي واحنا محتاجينه، سن محتاجه او مش محتاجه ده حقه، احنا محتاجين حقنا، فيا اما احنا هنبيع يا اما احنا هنأجر ونقسم الايجار زي ما انتوا بقى عايزين فيما تتراضوا فيه فيما بينكم. لكن ان احنا المفترض انه هذا المكان انتوا ليكم فيه كلكم بحسب ما تقتضيه القسمة الشرعية، وهي تماطلكم في انها تسلمكم وتسلم نفسها، يعني واخدة نصيبها ونصيبكم معاها، يعني ده ما يجوز. واحنا قبل كده قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ من مال اخيه الا عن طيب نفس منه، فما بالنا بقى بالحقوق، وهذا اعظم واعظم، انه انا عندي حق معاكي، مش عشان انت بقى بايه بسيف الحياه، بسيف انك اختنا الكبيره، بسيف ان احنا ما بحبش نكسر لك كلمه، تاكلي حرام او تحوزي على شيء حرام، كانك في حكم انك غصباه بسيف الحياه، فادخل نفسي في ورطه كبيره. الورطه دي تكون للانسان في دنياه قبل اخرى، فاحنا ننصحها ونشوف حد في العيله كده يكون يعني كبير في السن، هي تستمع اليه بعين الاحترام والاهتمام، يعني بناخد كل الوسائل اللي تحت ايدينا، ويقول لها يا فلانة ده ورث اخواتك وهم محتاجينه، هم في خجل يكلموك فيه لكن هم محتاجينه، فانت بتمنعيهم، وينصحها بانه هذا حرام، حجب الانسان او حجب صاحب الشيء عن حقه، وحجب صاحب الحق عن حقه ده ظلم، والرضا بالظلم والرضا بالمعصية معصية، بل هي عاصية في حد ذاتها لحجب هذا المال عنكم وهو حقكم. فيبقى من ينصحها يقول لها ذلك، ويذكرها بأمر دنياها وأمر آخرتها، بأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، فلا يضيع الإنسان عمله الصالح بإن يحوز ذلك الحرام، لأن الحرام إذا دخل على الحلال يبعثر الحلال ده، والحلال إذا دخل على الحلال يكثر من ذلك الحلال، فإحنا مش عايزين نضيع ما يجب على الإنسان أن ينتبه إليه في دنياه طمعا في رضا مولاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا وإياكم حلالا طاهرا طيبا إن شاء الله. أرجع للأخت السائلة اللي كانت متجوزة من 3 سنوات وبعت على الصفحة الرسمية ومش عايزة نقول اسمها، وزوجها يعني كويس وتغير لما هي سافرت إليه، قلت بعض التوقعات أو الأشياء اللي أنا بحاول أفهم فيها إطار هذا السؤال، اللي الزوجة سافرت لزوجها بعد 3 سنوات من الزواج وإنه تغير هذا الزوج، فقلنا الاحتمالات اللي ممكن يكون بسببها يكون وقع هذا التغير، ودايما نذكر بإنه الإنسان الكيس من دان نفسه، الإنسان المؤمن العاقل اللي عنده حكمة إنه دايما يبدأ باللوم على نفسه، ربما أنا قصرت، ربما قمت اتعاملت معاه بطريقة أنا ما قدرتش أفهم إزاي أتعامل مع زوجي، أو ربما هو من أساء، هو من طرأ عليه ذلك التغيير، فساعتها على طول نقول طلاق، ولا نمتثل لأمر القرآن الكريم، أبتدي أتكلم معاه بصفة ودية وأتكلم معاه في أنت إيه اللي حصل، إيه التغيير، ليه أهلك، لأنك أنت عاملة قفزات في السؤال، أنت سافرتي وبعد كده بتقولي أهله طردوه، إزاي أهله طردوكي أنت، فلابد نحن نفهم التفاصيل دي، ولازم حد من أهلك يتواصل مع حد من أهل الزوج، إذا لم تتمكني من الوصول إلى الحل مع ذلك الزوج هيبقى ساعتها التحكيم مطلوب كما ذكر القرآن الكريم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى بعد كده الناس بقى تقعد تتكلم،
حكيم عاقل من هذه العائلة وحكيم عاقل من هذه العائلة، من أهل الزوج وأهل الزوجة، يتكلموا مع بعض عشان نوصل لمرحلة حل. مش على طول أول ما بتكلم أقول طلاق، ما هو مش مع كل مشكلة إحنا بنتكلم في أمر الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى صلاح ذات البين، وأدعكم مع خير الكلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد، وهناخد بس كده سريع وبعدين ناخد التليفونات. أستاذ محمد رجب هو بيقول إن هو زوج كبير في السن، ليس لديه معاش ولا تأمينات، لديه زوجة لا تعمل ولديه 3 أبناء، بعنا شقة ميراث ودينا الورث حقهم، وبقى من الورث ده جزء من المال، هل ممكن أحطه في البنك وأعيش من الأرباح ولا حرام ومفيش مورد رزق غير كده؟ حتى لو عندك مورد رزق آخر تستطيع ان حضرتك تضع هذا المال في البنك في شكل شهادات، في شكل دفتر، في شكل الاستثمارات اللي بتبقى موجودة اللي حضرتك يحلو لك، بحيث انك تتعيش من هذا المعاش الذي يخرج. طب الفلوس دي ما هنحطها فين؟ هتشيلها في البيت، قيمتها قوتها الشرائية بتضعف، ما بيبقى لهاش قيمة لما تحط لها كده بالوقت بتضعف. الحاجة اللي كنت بتشتريها من سنة بجنيه عايز دلوقتي 4 و5 جنيه عشان تشتري نفس الشيء. فوضع هذا المال اتلاف للمال في البيت، انما حضرتك تضعه في هذه المؤسسة البنكية، وحضرتك تحطه في اي صفة كانت، وتتعيش من الارباح التي تخرج من هذا المال يا استاذ محمد. الاستاذ احمد مرسي زعلان مننا، بيقول الاسئلة ما انا يعني احنا بنجتهد قدر المستطاع. انا بس رجائي منك يا استاذ احمد، السؤال مش مفهوم، انا رجعت له سؤال حضرتك مش مفهوم، مين اللي هيكتب الشقة لمين؟ فمعذرة لو حضرتك تبعت لي السؤال مرة تانية بنوع من الوضوح. الأخت الفاضلة اللي بتسأل، إن بلاش نقول اسمها بقى، هي بتقول زوجها مسافر بالخارج وبيبعت مصاريف ليها ولبنتها، إذا أرادت أن إنها تشيل جزء من المبلغ لي أنا وبنتي دون أن أبلغ زوجي بذلك، فهل هذا حرام؟ نعم حرام، إلا لو فوضك ذلك الزوج في ذلك. يعني مثلا قلتي له اديني مصروف، أو هو بيديكي بالفعل مصروف خاص بيكي، مش مصروف البيت، مصروف خاص بيكي. المصروف اللي خاص بيا ده يعني هو اداكي من عنده عطية كده شهرية، هو الحق لك أن يكون لك مصروف، يكون للبيت مصروف، والبيت يعني مصاريف البيت ومصاريف الذرية اللي موجودة، وحضرتك في الجزء اللي بيديهولك لنفسك تشيلي منه، إنما أخد من فلوسه من وراه وشيل ما ينفعش إلا بأذن ذلك الزوج. لو أذن ذلك الزوج لك في هذا الحق، مش عايزين نكون رعاة على الشيء ويكون الإنسان فالصالحات قانتات حافظات للغيب، بما حفظ الله تحفظيه في نفسك وتحفظيه في ماله.
مش ان انا اخد مال واضيع واحوش واكتبهم باسمي واسم بنتي، لا يجوز ذلك الامر. سلام عليكم يا ام شيماء. يا شيماء مش ام شيماء. ايوه يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. اتفضل يا ستي. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك. اتفضلي يا فندم. سؤال شخصي كده. اتفضلي، يعني عايزه تقوليه على الهوا ولا ايه؟ على الهوا. طب اتفضلي. انا متجوزه بقالي بالظبط 2 سنين. كنت في بيت عيله وكنا قاعدين كلتنا مع بعضنا، وكان في بيت بيتبنى في مكان لوحده انا كنت متجوزه فيه، بس كنت دايما اروح عند حماتي عشان انا مثلا هطبخ واعمل مصالح البيت وكده. فكان موجود هناك خلافات 2 رجاله، واحد من دوري وواحد اكبر مني. اللي اكبر مني ده واخد بنت عمي، والصغير ده زميلي. المهم يعني اللي اكبر مني ده اللي هو بعد جوزي على طول اتهجم عليا. المهم لا حول ولا قوه الا بالله، يعني اخو زوجك اللي اتهجم عليكي. ايوه، اللي هو واخد بنت عمي. مش مشكله بقى، واخد مين؟ المهم انا عرفت جوزي، قام قايل انا ماليش حاجه بعمل مشاكل، حاجه اضربه. الام يقولوا يعني بضرب اخوه ليه؟ بعدين ما حبيت يعني هو يعني هو أجل. هو ضربه ولا هو بيقول لك انا مش هقدر اضربه عشان ما يعني؟ قال لي انا ما ضربوش، وقال لي انا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه عشان ما يحصلش مشاكل، ويقول هو بضرب اخوه ليه. يا سلام، امال هيعمل ايه حضرتك؟ بقول له حاجه ومش هقدر اكلمه في حاجه. ومش لازم بالضرب يعني، هي الناس ما الناس مش لازم يعني تحل مشاكلها بالضرب، بس في مواقف الانسان بياخدها. مظبوط. تمام، وماذا حدث؟ المهم بعدها هو كان خطب بنت عمي واتجوزها. المهم لا، احنا خلينا في الموضوع اللي احنا فيه. انتهيتي الى ايه مع زوجك؟ انتهيت ان انا ما رضيتش اعرف حد عشان خاطر بنت عمي ما يحصلهاش مشاكل، وتفرتش خطوبتها لان هي كانت متجوزه قبل كده ومطلقه. خفت على مشاعرها وعشان ما يحصلش حاجه بين لو دي المفروض تنبه، دي يعني المفروض دي تنبه، يعني ايه عشان اتطلقت نبليها ببلوه مثلا؟ يعني اتطلقت تدقق بقى، مش تاخد اي حاجه. هكمل لحضرتك برضه، هكمل لحضرتك عشان تقولي لي انا اعمل ايه. طيب انت دلوقتي لسه برضو بتنزلي وتروحي عندهم وتطبخي وتعملي منعت نفسي منعا تام ان انا قعدت اروح عند اهله يدور كلام، ولما بلاقيه موجود ما عدتش بروح. ده من نفسي. جه بعدين هو يتجوز، والدته عزمتني وقالت لي لازم تيجي وانت اول فرحه بيتي وانت. انا برضو ما رضيتش احكي لحد عن اي حاجه هو عملها، وما رضيتش اقول لهم انا مش يعني تزوجها ولا حاجة. تزوج بنت عمك؟ كان بيتزوج وانا كانوا بيعزمونا على الفرح. المهم انا ما رضيتش اروح وما رضيتش اقول لحاجه. بعد الفرح ب10 ايام بالظبط، ما فيش 15 يوم، الشاحن بتاعي كانت حماتي اخداه مني، فانا بقول لها الشاحن فين بتاع الموبايل، قالت لي عندي حمد في الشقه. من غير اسماء بس كلمي كده من غير ما تفسر. طيب عشانك. المهم خدت قلت لها الشاحن، قالت لها ما هو قام جاي قايل لها هنزله لها وانا جاي نازل اخبط على الجوله. المهم يعني انت تهجم عليكي مره تانية؟ قام تهجم عليا مره تانية. انا في اليوم ده ربنا اللي كان عالم بيا لا حول ولا قوه، والحمد لله ربنا كان واقف معايا الحمد لله، وبرده ما حصلش حاجه. لا حول ولا قوة الا بالله. انا عايزة بس نختصر يا شيماء عشان الوقت معانا، انت عارفة ضيق. طيب والناس زعلانة، الاسئلة كتيرة. هو معلش الا حاجة بسيطة. ما المهم جه جوزي يا دوبك، انا اول ما شفته يا دوبك هو بيطلع كده وجوزي جاي كده. انا اغمى عليه ما قعدتش جريت بالدنيا. اول قال لي انت في مصيبة كبيرة، انا اما بيحصل لي حاجة بغمى عليا، اما اكون تعبانة او بيا حاجة بغمى عليا. قال لي انت في مصيبة كبيرة حصلالك. ايه هي؟ قلت له المصيبة اللي حكيت لك عليها قبل كده وانت ما خدتليش فيها موقف.
فقمت انا في اليوم ده طول الليل ما نمتش، طول الليل تعبانه، طول الليل قرفانه من يعني انت قلتي بحسن. يعني انت قلتي له تاني، يعني انت عرفتيه تاني ان الموقف ده تكرر حدوثه، انه أيوة. اخو زوجك ده تهجم عليكي للمره الثانيه. المصيبه الاكبر مزبوط. تصرفاته هو، تصرفات أيوة. كمان الزوج انه يعني ياخد الامر ببرود كده، يعني دي يعني دي مفروض بتطعن في رجوله الرجل يعني. مظبوط. ثاني يوم انت مش لازم تمسك عصاية وتضربه، بس تاخد مواقف. شيماء عشان الحق ان انا اجيبك، انتهى الامر الى ايه بس من غير تفاصيل؟ اصل اللي خلاص يعني، وده طبعا هرجع اكد على نفس القضايا اللي قلتها قبل كده، بس أيوة. اديني بس الخلاصه يا شيماء عشان الوقت. طيب خلاص ماشي معلش. تاني فضل. يوم انا عقابي عند ربنا، انا تاني يوم يعني استحقرت نفسي او نفسيتي تعبت. انا تاني يوم اخذت اكتر من 40 حبيه برشام وقطعت شريان ايديا، وحسيت بفقد الامل في الدنيا ان انا مش حد يعرف يجيب لي حقي، وبعت رساله قلت له ده ينفع ده يا شيماء؟ ده ينفع؟ ده ينفع يعني ناس بايعه تعبانه تعبانه خدي موقف، مش تعبانه تموتي نفسك. الانسان ما يكونش ضعيف، لا الانسان ما يكونش ضعيف. في مواقف كده انا مش هقبلها نص نص، في مواقف الشرف والعفه والحاجات دي مش هاخدها كده اروح انتحر. راجل مضيع دينه اصلا وغير مؤتمن على مرات اخوه، وزوج ما شاء الله بحكي له عادي، يقول لك ما اقدرش اخسر، يعني تخسر انك انت رجولتك من قبل ذلك، انت خاسر امام الله سبحانه وتعالى وامام زوجتك رجولتك، لما الاقي ان زوجي يقبل علي انا الدنيئه وهو بيتفرج عليا، بقولكش امسك اضرب واعمل خد موقف. ان شاء الله كان يتحتم ذلك الموقف بالخروج من البيت والسكن خارج البيت، ومش عايز تعمل مش عايز تعمل مش عايز خده هو على جنب ونبهه على اللي بيعمله وتحذره، انما الاكس سكت هيستمرئ الامر. ايه التفكير ده؟ فانا مواقفي اللي اخدها ان انا تكرر ذلك، ان اولا انت لا تطلعي المراه الزوجه غير مطالبه بالخدمه في بيت اهل الزوج، المراه مطالبه بالقيام بذلك في بيت زوجها، وان كانت ممن تخدم بيوفر لها خادم وبيوفر لها وكذا وكذا زي ما حضراتكم عارفين، لكن بيقول عشان الظروف الاقتصاديه الراهنة اللي بيمر بيها الشباب، فبتتعاون المرأة مع زوجها داخل البيت بأن تقوم بذلك. والشرع الشريف لما قال توفر لها خادم إن كانت ممن تخدم، وإن كانت الأعمال شديدة عليها فأنت توفر لها الخادم، الكسبان في الأمر ده الزوج، لأنه عايز يوفر لك زوجة قادرة على القيام بحقوق الزوجية. ما هي اللي طول النهار تغسل وتطبخ وتعمل وتجري ورا الولاد وتذاكر، مقطوعة النفس دي لما ترجى منها شيء مش هتقدر تقوم بيه. فلما الشرع الشريف حض على ذلك، الأصل على باقي على استقرار الحياة الزوجية، لأنه عايز لك بيت هادئ، واحدة تعاونها إن كان في مقدوري كذلك، فإن لم يكن فإنت بشخصك بتعاونها عشان هي تصلح لك زوجة في كل أشكال الصفة الزوجية. فاللي بيكسب من ده الزوج، ما جيش أنا بقى تبقى حمل هم بيتها وبتطلع تخدم في بيت حماها وتتعرض. انها طبعا اللي بتطبخ دي يعني الواحده وهي قاعده بتطبخ في بيتها يعني متحرره في ملابسها شويه، يعني اذا كان انا بكلفها كمان تستتر داخل البيت، فبتبقى في صوره فيها نوع من عدم التحرز قوي في الملبس، يشوفها فلان تحلف عينه، يشوفها الاخر عجبته، ونحط الناس حطات غلط، وبعدين يقول لك لا ما انا اصلي عشان بجمع ولادي، بتجمعهم بطريقه غلط. وبنجمع الناس ونفترض لأنفسنا حقوقا لم تفترض. الأمور دي الشرع الشريف لما جعل لكل بيت خصوصية حفاظا على وجود مثل هذه المشكلات العويصة، إن أجد أخ يتهجم على مرات أخوه، لو الأخ لو الزوج قابل ولا مش عايز أعمل مشاكل، على الأقل يا أخي خد موقف، تبقى حتى رجل في عين هذه الزوجة. هو ما خدش ناخد، وان انا دلوقتي انا مش هطلع اخدم عند حد، انا ليا حدود بيتي ومش هطلع البيت ده الا وانت تكون معايا، فما تخرج ولا اروح بقى اجيب شاحن ولا اروح ان انا اتعامل مع حد الا وزوجك يكون معاكي، ده اضعف الايمان. لا هو مش عايز يتخذ موقف وتكرر، يجوز لك تقولي له لا انا في هذه الحال انا حنده حد من اهلي يقف لهذا الرجل الذي لا يجد رجلا يقف امامه، لانه ده هيتكرر الموضوع منه أكتر من مرة إذا الإنسان ما خدش منه موقف، وهو راح يتجوز وبعد أسبوعين من الزواج جاي يرتكب ويكرر
مثل هذه الحادثة، مش هنعمم ونشيع ونعمل مشاكل، بس إذا تكرر بهذه الصفة والزوج على الأقل حقوقك على الأقل يطلعك برا البيت ده، وده اللي أنا أنصح بيه في وجود مثل هذه الأمور، نخرج برا البيت إن شاء الله بالإيجار برا، لكن الواحد ما يحطش نفسه في هذه المواقف الخسيسة دونما أن يكون له موقف حازم منها، بالذات عند تكررها بهذه الفدح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزهنا عن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الختام، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.